انتقلنا الى محطه كل الستات بتحبها، محطه الميك اب مع سوزانا كرنوح. وطبعا اليوم رح نحكي عن جديد الترندز بعالم الميك اب لعام 2024. اهلا وسهلا فيكي سوزانا، شرفتينا. مساء الخير. مساء النور. يا هلا، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيكي، شكرا. سوزانا، اول شيء هيك لنوضح الامور، اكيد هل الميك اب خدعه؟ ابدا ابدا. ليش؟ الميك اب بساعدنا لنبين حلوين، ما انه خدعه، هو حقيقه. اوكي، ما عم نغش. لا، ما عم نغش. يعني اذا بدكم تعتبروا هيدي الخدعه هيك البسيطه بس هو حقيقه بتجملنا وبتفرجي اكيد الاشياء الحلوه فينا. سو الى اصولها اكيد 100%. اوكي، خلينا نبدا معك بميك اب الصيف، بما انه هلا نحن بموسم الصيف ونحن دائما بنعرف انه الالوان بتفرق بين الشتويه والصيفيه. شو الالوان اللي دارجه لهيدي الصيفيه؟ دايما بدايه عم بالصيف دايما نحكي بالبرونز، بالاشياء اللي فيها لمعه ناعمه. حاحكي عن الترند، حاحكي ميك اب ترندز، بس بدايه قبل ما احكي عن ميك اب ترندز بدي اقول انه ضروري السيده اكيد تكون على مود وترندي، بس ضمن شو بناسبها. لنرجع للميك اب ترندز، السيدات يلي اكثر شيء عم يطلبوا مني هيدا الموسم بيجوا بيقولوا لي بدي فلولس سكن، بدي جلوي ميك اب، بدي عيون مسحوبه، يعني هيك بفرجوني بايديهم كمان. طبيعي هيدا الشيء كثير حلو. اكيد الجلوي سكن دائما نحن بنتبعها بالاشياء الكريمي، هلا ليتر اون كثير دارجه، ما بقى دارجه كثير باودر. الباودر لازم تكون بمحلات معينه بس تنطفيها، والباقي كله بنخليه في لمعه تيعطي نضاره وحياه للبشره. العيون اكيد صرنا عم نتبع انه عيون مسحوبه اكثر، لحتى كل السيدات مو صعب، السيدات بيطلبوا مني عيون مسحوبه، سو بتبعها برموش على الاخر. الشادو ما يكون كثير غامق، يكون في لمعه بسيطه ناعمه، ما يكون في شيء محدد بالوجه، يكون كل شيء بارز بس بطريقه ناعمه. كونتور من زمان كان كثير محدد، هلا ما بقى مطلوب ابدا. الليب كونتور صار بارز، الجلوس، كل شيء بيعطي جلو سكن كله ان بال 2024. الميك اب هيك المحفوف قصدي كله سوا على العيون 100%. هو هيدا اللي دارج، انه ما بقى تحسي بتفاصيل، تحسي انه حدا حدك حلو بس بطريقه ناعمه، ما تحسي في خطوط، ما تحسي في ديتيلز بالوجه. ذكرتي انه كل سيده حسب شو بيلبق لها 100%. هيدا الفلولس الجلوي لاي اعمار؟ لاي اعمار؟ لكن معك حق بشغله، انه لما بصير في ريد، لما بصير في شويه تجاعيد بالبشره، نضطر بمحلات معينه نزيد الجلوي والفلولس سكن يلي كنت عم بحكيها. بدها تكون بشره شوي مرتاحه حتى نقدر نبرز جمال هيدي البشره. فايه مرات لما بصير في بشره شوي مع تقدم العمر بنضطر انه نزيد، ومبطل فينا نعتبره شوي فلولس بجلوي، لانه بنزيد باودر اكثر لنقدر نخبي شوائب الموجوده بالبشره. طب كونك ذكرت البشره سوزانا، قولي لنا قد ايه مهم انه تكون البشره نظيفه؟ كثير. عقد ما البشره بتكون مرتبه ونحن مهتمين فيها، عقد ما الميك اب ببين اكيد. سو بيسهل لك شغلك اكيد طبعاً. وبيبرز الميك اب عليها. وشغله استنادا للي قلتي للاعمار كمان، اذا البشره ما فيها نضاره وفيها شوائب وعيوب، هيدا بساعدني انه ما خلي فلولس، بضطر تصير انا زيد طبقات عليهم اكثر 100%، وبطل فينا نعتبره فلولس او جلوي سكن. اوكي، بدي انتقل معك شوي للمناسبات. نحن بنعرف موسم صيفيه، اعراس كثير، خطوبات كثير، مناسبات كثير، ومنعزم قد ما بدك على ظهرات ومجيات. اليوم شو اكثر شيء مطلوب عند السيدات بهيدي المناسبات تحديدا؟ كالوان عم نحكي؟ الوان وستايل وكل شيء. مثل ما قلت لكم، اول شيء بيطلبوا مني انه بليز اسحبي لنا عيون، هيدا بيطلبوا اول شيء. اسحبي لي العيون، كبري لي العيون، كبري. لا بس هيك بيقولوا لي اسحبي لي العيون. يعني كانك عملتي لهم بوتوكس انت. يعني بقول لهم انه هيدا الشيء لازم يبلش بدكتور وبكمل معي. بس مزبوط، سحب العيون كثير، البرونز، الالوان البرونز ما بتكون اوت اوف موضه، اللمعه بالعيون دائما مطلوبه. بيختلف كمان الميك اب اذا كانت عروس او اذا كان ميك اب عادي. اذا كان ميك اب عروس اكيد بدنا نقوي وبدنا نعطي وقت فيه أكتر. هيدا عم بحكي لأنه مثل ما أنت عم تقولي موسم أعراس، فالعروس بيتطلب مني ميك اب بده وقت أكتر وبده تفاصيل أكتر. طيب عم بيروحوا شوي للألوان الصاخبة، مثلا بتقلك حطي لي أزرق، أخضر، زهر، بيكون أحمر. statement. بيكون statement. يعني مزبوط دارج هيك ألوان، بس منحطه لون يعني بمنطقة معينة. يعني فينا نحطه بالإنر كورنر بيعطي statement، بيطلع كتير مرتب. فينا نحطه lower at the middle مثلا، إيه بيطلع كتير حلو، بيطلع ترندي. ما بقى فينا نرجع له من مثل الموضة القديمة إنك تحطي الأزرق على كل العين. هيدا ما بقى دارج. بمحل معين بيطلع statement، بيطلع super trendy وكتير حلو، في ناس بتحبه. يلا خلينا نشوف بعض statement photos with you. أكيد. Yeah.
سوزانا، يعني شفنا عروس، شفنا ستايلات حلوة كتير، بدي أعرف منك شو الأهم، التان أم رسمة العيون؟ أنا كتير عم حب تمارا، شو عم تسألني؟ كتير كتير. أنا ما صرنا نعرف فيهم أكيد، بس بيفرقوا من شخص لشخص طبعا. في كتير ناس تسألني ببلش بالعيون ولا ببلش بالتان، أهميتهم تنيناتهم مثل بعض. أنا بالنسبة لإلي تقعتي glowy skin وflawless makeup مثل ما حكيت عنه من شوي، لازم بلش بالعيون بعدين بالبشرة، لأنه يعني السبب بسيط جدا، إنه لما بتشتغلي بالعيون كل شيء بهرهر سابقا أو مسبقا إذا بدك، وفي ناس بعدها بتتبعوا بتحط شوية باودر وبتنطفوا، أنا ما بيعجبني تلقائيا من سمك ال 100%. أنا هيدا الشيء ما بيعجبني، ياما مرات لأنه بيكون في عجقة بعمل هيك برجع أوتوماتيكلي بمحي، يعني بمحي بشيل وبنظف وبرجع ببلش. على فكرة قليل اللي بيتبعوا هيدا الطريقة، لأنه بده وقت أكثر. سو أنا قررت إني بلش بالعيون دايما، بنظف دوزيغو تحت البشرة يعني بكلنزر، برجع ببلش البرايمر، برجع ببلش فوندوتا، بتطلع البشرة غير شكل. تطلع البشرة غير شكل وبيطلع الميك اب كمان غير شكل. صح. بما انه فتحنا سيرة التان، نحن بنعرف انه في كثير انواع، يعني في مثلا التان السميكي كثير يلي هو مثل الكيك او الستيك وغيرهم، بنعرف التان اللي بيجي ليكويد بيكون هيدا انعم، بفيك تحطيه بالبرش وتمشي، وبيبين كانه انه السيده هي عندها بوتي ناتشورال، انه هيدي بشرتها نظيفه وحلوه هلا. طب انت اليوم كيف بتقرري اي نوع تان بدك تستعمليه لاي بشره؟ استنادا لكل نوع بشره، اذا بشره عندي اياها اويلي أكيد بده يكون الفوندو تان تاعها والبرايمر غير البشرة الدراي. البشرة اللي عندها شوية شوائب أكيد بده يكون الفوندو تان أسمك. كل ما البشرة تكون مرتاحة ومهتمة فيها السيدة، كل ما أنا في استعمل فوندو تان ليكيد أكتر. كل ما بيكون فيها شوية شوائب وفيها مثلاً شوية تعب، بصير بدي اضطر سمك الفوندو تان. يعني قصدك حب الشباب او تشيت او مضبوط، بصير بدي اضطر اني سمك الفوندو تان وبروح ساعتها للكريمي ولثيك فوندو تان. يعني نحن بنهتم ببشرتنا، بيطلع عنا فلولس سكن جلوي سكن بفوندو تان ليكيد اكثر. بس في ستات بحبوا التان السميك. مضبوط، اكيد بدي راعي شو بحبه، بس انا بطريقتي صرت اذا بدي سمك او بدي احط محلات سميكه هي بعملها بس مطرح وين ات جيتس اويل، يعني بس مع على تي زون، وإذا عندها مناسبة مثلا مثل طلعة تي في بغمق يعني بكتر الفوندو تان. بس أكترية النساء هلا عن جد بيجوا لعندي بيقولوا لي بدي بين مثل أنا حقيقتي، ما بدي أشوف طبقات، ما بدي الميك اب يكون حلو بس بالصورة، بدي العالم تشوفني طالعة حلوة، ما بدي خدعة بصرية 100%. ما بدي إنه إذا أنا عندي إنه طالعة الساعة 6 العالم كلها شايفة بشرتي تشوف هالقد سماكة، بدي أنا أكون حلوة بس طريقة. يا دلي نحن على التلفزيون لكن شو بيقولوا عنا؟ يعطيكم العافية. أنا حسيت بدنا نسمك شوي، هذا طبيعي لأنه الكاميرا بتخفف من الميك اب. هلا أنا طبعاً كنت مقويت وصلت لهون حسيت راح الميك اب، اضطريت زيد تحت العين، اضطريت نشف شوي، سو اتس فاين. بس بجنن على فوا، أنت بتجنن. طب خلينا نحكي شوي عن التاتو وعن الايلاش. قبل شو؟ قبل شو في شيء قطع من شوي ما علقنا عليه؟ ناطرة العروس، لا ناطرة لنعطيها حصة كتير كبيرة مع سوزانا. تمارا أنا كتير مبسوطة احنا مبسوطين فيك. العروس الهندية يا ديانا، ما كنت عم بتطلع، كنت عم بتطلع فيها ما هيك انتبهت لها، ما طلعت على المونيتر. العروس الهندية خبركم يعني بدي أعرف كيف وصلت لهيدا الشيء أولا، لأنه شيء خارج عن المألوف. وشو الخصائص تبعها؟ أكيد عروس الهندية هي عروس بدبي، أنا عشت فترة بدبي، بلشت من دبي. سو هي أنا علقت براسها من 7 سنين لورا، أنا عملته رجعت حكيتني بعد 7 سنين قالت لي أنت سوزانا يو آر فروم القليل يلي قدروا يفهموا علي، بدها شيء ناعم. يعني صرنا هلا قلت لي كل حدا لما بفوت على بروفايلك بيعرف شو ستيلك وبيختارك. قالت لي بدي شيء ناعم على ستيل الهند اللي اوريدي لما بتلبسي اوتفيت بيعطي اللوك خلص صار انديان. سو هيك صارت 7 سنين، بعد 7 سنين شي كولد مي، شي بوكت ويز مي، وات واز مثل ما شفتوا، شي واز سو هابي، بدها انه ماي تاتش بس انديان ستايل. عن جد طلع كثير روعه. نفرج المشاهدين؟ اكيد. yeah. يلا yeah.
واو انا اي لاف انديان ويدينغ لانه لحقوا عملوا عرس يا بيكون عرس جرانديوز يا ما في عرس بالمره يونيك فيري يونيك انتو ديتيلز كثير بدي اعرف منك سوزانا بالنسبه للعروس الهنديه اليوم نحن بنعرف انه تفاصيل بشرتهم بتفرق شوي عن تفاصيل بشرتنا لون البشره حتى العيون حتى هيك الايدين مثلا كمان بحبوا يعملوا الحنه والميك اب وكل شيء كيف اشتغلت عليها هيدا كان واحد من هير كونسيرنز انه خايفاني كانت بشرتها ما تقلب شوي جراي ففي برايمر بتحطيه دائما قبل الفوندوتا هو بيساعدك انه تو جيت عن جد البيرفكت شيد للفوندوتا هيدا اهم شيء البرايمر نشتغل فيه والفوندوتا واكيد ما غمق كثير هي كمان صراحه طلبت مني الوان انا شخصيا ممكن حسها فاتحه بس لما بحط برايمر بيتناسب مع الفوندوتا بتزبط الدرجه سو برايمر كثير اساسي البرايمر كثير اساسي ليقدر يعطينا لون مزبوط لبشره مناسبه ظهرنا من لوك العروس وقبل ما نظهر من الميك اب كليا لنروح مثل ما ذكرت ديانا على الرموش على التاتو على كل هول التفاصيل اللي بيعطوا كمان تاتش كثير مهمه يعني بيعطوا تاتش مهمه كثير اكيد اخر سؤال بالنسبه للميك اب سوزانا بعدنا بنفرق بين ميك اب نهار وميك اب ليل اكيد اكيد يعني دائما نحن بالصبح لازم السيده اصلا هي تفرق لتحسي بدفء يعني تحسي حالك اختلفتي يعني اذا انت الصبح كنت حاطه ميك اب وما غيرتي لها بالليل ما قويتي انت ما رح تنبسطي سو اكيد ميك اب ليل بده يكون شوي اقوى شوي ترموش اكثر البرونزر سترونجر الكونتور اقوى جلوس منزيد هيدا الصبح شوي بنجرب نتفاديه حتى نضلنا مبينين ناتشورال وناعمين اكيد طب خلينا ننتقل للتاتو للاي لاشز بما انه يعني هن كمان نص الميك اب يعني حواجب المراه ورموشها ثلاث ارباع الميك اب انا بعتبر فيها تعمل اي لاش اكستنشن وتظهر بلا ميك اب بلا تعب بلا شيء شو الجديد بهيدا العالم؟ الحواجب انا في شغله بس بدي ضوي عليها عم بخافوا السيدات لما بيروحوا انه في تسميات مختلفه وفي تسميات عديده بس بدي اقول لهم انه هن ما يلحقوا وما يفكروا كثير بالتسميات اخر تكنيك بهيدا الدومين هي النانو بيجمنتيشن يعني هي ابر رفيعه اوجدوا لنا اياها لنحن نقدر نرسم شعره كثير ناعمه وناتشورال قبل كنا نسميهم مايكرو بيجمنتيشن يس قبل كنا نسميهم مايكرو بيجمنتيشن استنادا لابره هي مايكرو لنعتبر عرضها هلا صاروا نانو استنادا لابره اسمها نانو عرضها 0.1 يعني من 1 ل 0.1 لنقدر نرسم شعره جدا طبيعيه بشكل شعر طبيعي سو هيدا السيد اللي لازم تهتم له هيدا لحاله ما بكفينا يعني نحن التقنيات وصلتنا لهيك ابره بس لازم التاتو ارتست تكون شاطره تعرف ترسمها بطريقه تتماشى مع الشعره لحتى لما اللي بده يشوف حاجبها ما يميز بين شعرتها وبين التاتو مرسوم يعني لازم عن جد انا برسمها بطريقه تحسيها اكستنشن للشعره سو لازم يكون عن جد تهتم السيده انه اللي عم تعمل لها التاتو تكون بترسم اكيد بطريقه مرتبه وتتاكد اكيد من البرودكت اللي معمولين لتقدر تحصل على نتيجه وشغله بدي اقولها انه من زمان كانوا يخافوا يعملوا تاتو يفكروا انه التاتو حيكون من اول الحاجب لاخره ما بقى نعمل هيك عن جد انا صرت بعمل مطرح ما لازم ينعمل مطرح ما نحن بحاجه يعني صارت بتشي السيده اللي عندي او الدموزيل مبسوطه وما انا خايفانه انه عندي مثلا بليز شعري هون انا بالنسبه لي بحس انه نوني تنعمل بس لانه هي بترتاح بعمل لها ثلاث شعرات سو قصدك انه اذا في فراغات هون شوي بتعبي لها بس مش بس نايس اذا في فراغ من قدام بعبي بس من قدام في فراغ من النص بعبي بس وما بيفرق ابدا لما بيرجع بيقشر بفوت مع شعر الحاجب الطبيعي وبصيروا سوبر ناتشرال مع بعضهم وبلندد كثير سو ما بقى حدا يخاف انه مثل التاتو القديم حيطلع كثير غامق لا فينا نعمل مطرح ما نحن بحاجه وبس احكي لنا عن بروسيس الهيلينج احكي لنا عن السيده باي شكل لازم تعتني فيهم لحتى تحافظ على اللون وعلى الجلو 100% بعد لازم ثلاث ايام من بعد ما نعملهم ما تحط لهم ابدا مي تقريبا الريزلت هن بدهم شي اسبوع ليقشروا كليا الريزلت لتقدر تشوفه بدش 20 يوم لانه اول ما بيقشروا بكونوا فاتحين صراحه بيكونوا شوي عاطين على بياض هيدا بيرجع بيغمق لهيك نحن بنقول الريتاتش بتكون بعد شهر سو بعد شهر نرجع نعمل ريتاتش ليقدر يثبت ويطول معه لفتره اكثر واذا عروس مقرره تعمل تاتو انا دائما بفضل قبل عرسها بشي 3 اشهر لورا لانه بدنا شهر مثل ما كنت عم تقولي للهيلينج بروسيس ليكون ياخذ وقته بتكون ارتاحت وتعودت عليهم اي تعديل بدي بنقدر نرجع نعيده ومنكمل
طيب موضة التاتوز كثير بتتغير سوزانا، يعني مثلا من 10 سنين كنا نشوف الحاجب الرفيع والطلوع كثير مثل الثمانية، هلا صرنا عم نشوف المحدد، هلا مثلا عم نشوف بالعكس الشعرة الطبيعية مبينة أكثر والحاجب العريض. اليوم الموضة عم تتغير، وإذا عملنا تاتو هل عم نقدر نرجع نغير بحواجبنا؟ عشان هيك انا دائما بقول انه بليز خليكم ضمن الشعر الطبيعي، يعني حتى لو بدنا نعمل تعديلات بسيطه كل ما بنكون ضمن شعر او ضمن الرسمه تعيد حاجبنا بنقدر نعدل، لانه التصحيح من بعدها بصير من بعدها صعب كثير تو ماتش. يعني هلا بحكيكم شوي عن التصحيح. سو اكيد مثل ما كنا عم نقول انه هلا دارج الفلولس سكن، كمان الحواجب ما بقى دارج ابدا شيء محدد، يعني ما بقى 8، ما بقى مثل السيف اللي كانوا يعملوه لون داكن، كل شيء دارج ناتشورال. الشعر هو اللي يكون بارز، التاتو يكون ضمن الشعر على قد ما بنقدر. اذا سيده ما عندها شعر حرام بدها تقدر تعمل هيدا اللوك الطبيعي، بنعمل لها تاتو شوي مسكر بس من دون حدود، بنعمل مثل شادو خفيف، وبنعمله كمان درجات، منفتح منغمق منغمق. سو كل شيء له تكنيك وكل شيء له طريقه، عشان هيك انا عم اقول لازم السيده تختار التكنيشن اللي بتعمل لها اياهم على مهله وبتكون متأكدة. انا عم بغار من هول الريلز على انستغرام للصبايا، ما بعرف اذا تمار عم بتشوفيهم، بتحس انه شعراتهم كثير طوال واقفين رسمينهم ولا شعر طبيعي؟ لا شعر طبيعي، ما بعرف اذا عن جد عاملين كايند اوف تاتو مش عارفين. بصير بقول انا اسم الله من وين عم بيجيبوا على الحواجب الحلوين. اذا في شعر بتقدري تكمليه بتاتو بيطلع كثير حلو، كثير حلو بيطلع، بس يكون في باز، يعني يكون في شويه شعر بتقدري تكمليه وما بتحسي، بتحسي ناتشورال مثل ما انت حسيتي. هات لنروح على التاتو ريموفل، لانه هون كمان كثير مهم، بتخيل مش بس كثير مهم، هون البروسيس بيطول كثير من هيدا اللي لازم يعرفوه، بيصير في دامج اكيد. لما بتجي لعندي السيده انا بدها تاتو، اول شيء التاتو ريموفل او تاتو كوركشن، اول شيء لازم تعرفوا انه هيدا بروسيس بده صبر، بده طوله بال. ما تفكر، يعني بيجوا لعندي ناس انه بليز بدي شهر، شهر الجاي بدي شهر الحاجب اللي بدي، ما فينا. يعني اذا انت صار لك سنين عم تعملي بالتاتو، انا كيف بشهر بدي روح لك اياهم او كيف بسيشن بدي روحهم؟ فبدهم يعرفوا بده وقت، بده 3-4 اشهر، في ناس 6 اشهر وفي ناس سنه. اذا انا قدرت اني اخلص بكير كثير منيح. الكوركشن بتكون على عده طرق، في ناس تعمل ليزر، بس مرات في ناس بخافوا انه يهري الشعر، وفي ناس تعمل لايك لايتنينج. انا بعمل لايتنينج لانه سيف والبرودكت ما بيأذي الشعره. انا بفتح التاتو تدريجيا، بجرب مره 2-3-4 سيشنز، فتحته كسر معي هيدا اللون، برجع انا بلجأ اذا ضل في لون خفيف ما قدر يروح، لانه بيبقى مرات ممكن يبقى ريدنس او ليتل بيت اوف جراي، بس انا بكون جربت 3 سيشنز او 4 سيشنز. اذا ضل في لون بسيط برجع انا بعمل نكست كاموفلاج، كاموفلاج كوركشن ببيج، بس هيدا لازم يكون سوبر سطحي حتى ما نترك كمان لون، ولازم نكون كثير دقيقين. وهون من بعد هدول المراحل بقدر ارجع كمان اعمل لها التاتو اللي هي بدها اياه. نعم. دائما معك سوزانا، قد ايه بتجربي تطوري حالك بهذه المهنه؟ لانه عن جد من حديثك هذه المهنه بدها كثير تطور، بدها كثير متابعه، بدها كثير انه الواحد مثلا شو ياخذ كورسات اونلاين. لازم لازم، اذا مثل مثل اي دومين، اذا ما بتضلك اب تو ديت يو ويل بي اوت. ما فيك تقولي انا شاطره هلا او انا بعرف معناتها انا اي ستوب. لازم دائما، سو ذاتس واي انا مثلا بسافر دائما موجوده. انا كنت عايشه بدبي، بيجي البرودكت صراحه ما كلها بلاقيها هون، بلاقيها من برا. مثل ما قلتي الاطلاع اونلاين كثير عم بفيد، هيدا عم بفيدنا، يعني اللي بيعرف واللي ما بيعرف صار الاونلاين بسهل له. سو لازم تضلك اب تو ديت، تعملي كورسز، اذا في حدا بيعجبك شغله تروحي تحضريه، ليش لا؟ اكيد. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.